شلون تمدين يدك على ولدي وفي بيتي؟ لا 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 عادي يبا عادي، سندس بمثابة أمي تبون، وهي ستر وغطى علينا كلنا. بدر، وإيش الشيء اللي أنت سويته يخلي الخصائية الاجتماعية تغير مبادئها؟ ده خبر عن بدر. هات. يشبهني، يشبهني، سبحان الله كنانة. سندس، وإيش اللي سواه التافه هذا؟ بنتك الكبير تبرع بمليونين ريال للنادي. إيش؟ مليونين؟ لا، شيك مصدق بعد. منين لبدر أصل مليونين ريال؟ مو فلوس بدر، فلوس ثامر. وثامر منين له أصلاً؟ إذا على فلوس اللعبة اللي فاتت عندي أنا حاطة في حساب خاص له. ولدك ثامر باع لعبة جديدة، راح البنك يفتح له حساب، عي البنك يفتح له عشان موافقتك أنت، حطهم في حساب هذا النذل. أنا مو بنذل، أنا مو بنذل يا جماعة، هذا أخوي وتسلفت من أخوي. هذا الراجل لا تتكلم. خلاص يا ثامر، خلاص 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 يا ثامر، خلاص أقول لك خلاص. يلعن أمها فلوس اللي تخليكم إخوان تسوون بعض كذا. سندس، ممكن أفهم وش القصة؟ القصة إن هذا البيت ما له قائد. تعبي كله راح يا سندس، تعبي كله راح.